بسم الله الرحمن الرحيم. احمد جمال، مدير حسابات محافظه الاسكندريه، المراقب المالي للهيئه المصريه لسلامه الملاحه البحريه. الاولا احنا المراقبين الماليين او مديرين وكلاء الحسابات المسؤولين عن الرقابه على المال العام في كافه الجهات الحكوميه. لنا دور خطير جدا بيسمو ويعلو فوق دور الجهاز المركزي للمحاسبات، والكل بيعلم هذا الامر الا ان الوزاره بتاعتنا بتتجاهله. النظام السابق كان بيمرر بعض القوانين والقرارات التي تجيز له التصرف في المال العام، وبالرغم من كده احنا المطلوبين مننا حمايه المال العام، الا اننا بعد الثوره طلبنا تعديل تلك المواد حتى يتم احكام الرقابه ومحاربه الفساد، الا ان الساده الوزراء اللي مسكوا وزاره ماليه خلال الفتره دي كلها بيتجاهلوا مطالبنا تسهيلا للاستيلاء على المال العام ولعدم استجابه لمطالبنا. تم الاجتماع اكثر من مره بالوزير وبالسيد رئيس القطاع والساده رؤساء القطاعات بالكامل لتدبير وتصريف كيفيه مكافحه الفساد داخل الجهات الحكوميه وكيفيه احكام الرقابه على المال العام، الا انهم مدار 10 او 12 شهر بناخد مسكنات ولا يتم تفعيل اي شيء. حتى تم الاجتماع اخر مره يوم 28/2 مع الاستاذ ممتاز سعيد وزير الماليه وبعض القيادات عندنا، الا اننا تم الاتفاق على بعض الاشياء وتمرير بعض القرارات والقوانين، تعديل اللوائح التنفيذيه بتاعتها وعرض ما يتعذر على مجلس الشعب لتمريره، وتم الوعد بهذا الامر الا انها كانت مسكنات لفض الاعتصام الموجود. وخدنا وعد بالتنفيذ خلال يوم او اثنين، الا اننا فوجئنا ان يوم واثنين وثلاثه واربعه وخمسه بنتجاوب مع الوزاره مجموعه عمل على مستوى المحافظه على مستوى الجمهوريه، مندوبين من كل المحافظات بنتجاوب ونتناوب مع الوزاره لتفعيل القرارات وتمريرها واستصدار القرارات، الا اننا بنفاجئ ان الموضوع كان موضوع تسكين. حتى كانت الطمه الكبرى يوم الاثنين الماضي، كان في ميعاد مع الاستاذ ايمن جوهر اللي هو رئيس قطاع مكتب الوزير لاستخراج بعض القرارات الهامه، مش اعمال ماليه ولا غير اعمال ماليه زي ما بيدعوا. احنا عمرنا ما اتكلمنا عن اعمال ماليه على الرغم ان احنا اقل قطاع في المعامله الماليه داخل الوزاره، ما اتكلمناش فيها، بس احنا عايزين نحسهم ان احنا فعلا بنكافح الفساد وبنراقب على المال العام بجديه مش كلام على الورق. ففوجئنا ان احنا الميعاد حددوا كل شويه الميعاد الساعه 1 الساعه 2 الساعه 3 الساعه 4، وكان المخطط كله انه يستفرد بالمجموعه ديت بحيث انه يروح واللي يزهق يروح. فوجئنا ان الموضوع طويل قوي، وتم التعدي على المجموعه اللي هم 11 او 12 فرد الموجودين في مكتب الوزير، وانضربوا ضربا مبرحا. ضربهم انا مش هقول مين اللي ضربهم لان انا ما كنتش في وسط اللي بينضربوا، انا هسيب الكلام لزميلنا الاستاذ السقه من الغربيه، واحد من الناس اللي انضربت جوه، واحد جاي يطالب بتفعيل دوره في الرقابه الماليه في الجمهوريه ما كانش من الوزير الماليه او مدير مكتب او رئيس قطاع مكتب وزير الماليه، الا انه عملوا لهم كمين وضربوهم جوه، وده اللي ادى الى ثوره الماليه على مستوى الجمهوريه، ثوره ما بعدها ثوره. جميع المحافظات على مستوى الجمهوريه الاف موجوده امام وزاره الماليه دلوقتي بتطالب منه الاعتذار واقاله السيد الذي قام بالتعدي على مندوبي الماليه وتفعيل مطالبنا اللي هي باحكام الرقابه وتفعيل الدور الرقابي لمندوبين وزاره الماليه داخل الحكومه، الا انها كانت مفاجاه لا حياه لمن تنادي. وطبعا انا مش عايز احدث واقول مين هو ممتاز السعيد او مين هو ايمن جوهر او مين هو عاطف ملش او مين هو حسام زغلول او مش عايز اعدد اسماء ولا مين دوت، لان زملائي اللي هيسمعوني كلهم يعلموا مين هم الناس دول. انا مش عايز اقول حاجه واحده بس، ان ثوره 25 يناير يا جماعه جت قبل وزاره الماليه ووقفت. جميع الموجودين بالداخل هم اذرع يوسف بطرس غالي اللي كان بيقول وبيصلح وبيقول ان يا جماعه يوسف بطرس غالي اللي طلب المصالحه مع الوزاره في مقابل انه يسيب انه يدلي بارقام حسابات والمبالغ الماليه المهربه خارج مصر لكافه قيادات النظام. جاب الارقام دي منين وجاب البيانات منين؟ ما هم دول الاذرع بتوعه اللي كانوا بيحطوا له البيانات، فطلبناهم اعرضوا البيانات. يوسف بطرس غالي مش هيجيبها من عنده، اكيد انتوا تعرفوها. طالما انكم قاعدين وانتوا بتقعدوا بعض على الكراسي تنادوا بعض يبقى انتوا خايفين من بعض، واحنا عندنا من الدلائل والقرائن والمستندات ما تؤيد صحه ما بنقوله. الفساد لم يتطرق الى هذه المباني من فراغ، المباني كلها فساد من الداخل. احنا ما بنتكلمش الكلام ده من فراغ، احنا معانا اوراق مستندات وقعدنا مرارا وتكرارا وطلبنا من الوزير وطلبنا من الدكتور الكتاتني ومن اعضاء مجلس الشعب، يا جماعه عايزين تحافظوا على المال العام، عايزين تحافظوا على المال العام، لو سمحتم نظره للمسؤولين عن الرقابه على المال العام. انتوا بتطالبوا بترشيد الانفاق، اللي بيرشد الانفاق مندوب الماليه اللي هو انا وزميلي، احنا مش ياما، احنا 12,000 مندوب ماليه على مستوى الجمهوريه، مش عدد كبير، بس احنا المسؤولين عن اعداد الموازنه من تحت لحد ما توصل لمجلس الشعب يقرها وترجع لنا احنا تاني للتنفيذ.
بنعمل اللي احنا عايزينه كله يا جماعه ارحمونا، بنقابل بالهجوم من رؤساء الجهاد لاستنفاد الموادنه، في الصرف بغير الاغراض المخصصه ليه، في اهدار المال العام، بنقابل بالهجوم، هم يطلعوا القرارات ويقعدوا في المكاتب ويسيبونا احنا في وسط الناس. يا جماعه راعونا، ادونا الحصانه اللي نقدر نتعامل بيها مع الناس. مندوبين ماليه من زملاتنا انضربوا بالمطاوي وتهانوا بعد الثوره، ليه؟ ده اللي مسؤول عن توقيع الشيكات. تخيل كده ان موقف لك 100 واحد على بابك يا تمضي الشيك هنموتك، هنعمل لك ايه؟ فين الحمايه اللي اعطاهاني؟ فين الحصانه؟ مفيش اي حاجه من دي. انا هترك الكلام لزميلي الاستاذ طاهر من الغربيه، احد اللي حضروا من الموقع اللي احنا اطلقنا عليه موقعة الجمل داخل الوزاره مره اخرى، بيسرد لحضرتك ايه اللي حصل يوم 12/3 اللي حصل فيه الضرب داخل مكتب ايمن جوهر. ايمن جوهر اللي هو رئيس قطاع مكتب وزير الماليه، اللي هو المفروض بيمرر قرارات الوزير وبيطلعها. تضرب الناس ليه؟ وشهود عيان، احنا بنفتريش، ده احنا جايبين لحضرتك واحد من المجموعه اللي كانت في المكاتب ويحكي لك السيناريو موقعه الجمل تمت ازاي. موقعه جمل اخرى داخل الوزاره، معناها ان فعلا ثوره 25 يناير جت لحد الباب ده وقفت. اتفضل استاذ. شكرا. انا اسمي طاهر السقا، وكيل حسابات في وزاره الماليه. المحافظه الغربيه. اولا احنا دورنا دور مهم جدا ودور رقابي، بيستلزم ان احنا نكون عندنا حصانه عشان نقدر ننوم بدورنا. طلبنا ان احنا نكون كلنا متساويين في النواحي الماليه عشان خاطر احنا رقابه، ما ينفعش ان الرقابه يكون لها تاثير من اي حد سواء بالشكل المادي او معنوي. الوزير التف على الكلام ده وطلع عمل شو اعلامي وقال ان انا لغيت الاستثناءات واحنا طالبينه منه بهذا الشكل، وطلعه كمان بشكل مستثنى، يعني طلع الغاء الاستثناء بشكل مستثنى بحيث ان هو فتح باب لاي حد ممكن بعد كده ان هو ياخد استثناء بموافقه الوزير. اذا هو لم يستجب لطلبنا بالغاء الاستثناء. كان في بعد الغاء الاستثناء شويه مطالب ثانيه، كان في ميعاد واخدينه بعد وقفه 28/2 اللي فات على اساس ان احنا ناخد رد عليها. فجينا انا ومجموعه من زمايلي هنا في الوزاره وطلبنا بناء على الاتفاق اللي معانا، طلبنا ان احنا نقابل الاستاذ ايمن جوهر. الاستاذ ايمن جوهر رئيس قطاع مكتب الوزير زي ما الاستاذ احمد قال. الراجل قطعنا من واحده من الساعه 1 لغايه الساعه 4 وبرضه ما استجابش لقائنا غير لما زميلنا قال ان هو مضرب عن الطاعه. تمام؟ فالراجل لما اضرب على الطعام طلبنا وطلعنا دور السابع فوق في بابنا واحد ده. تمام؟ طلبنا قعدنا معاه لانه متنرفز وعصبي جدا 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 والكلام معاه بشكل صعب جدا. طب يا استاذ ايمن احنا عايزين بس نطلع على القرار عشان زمايلنا. قال لا القرار طلع بس انا مش هوريكم حاجه، انا مش واثق فيكم. قلنا له ده مش اسلوب حوار، ده اسلوب حوار، يبقى انا في لو في قرار ادينا صوره منه نعرف الناس اللي ورانا ان احنا ان في حاجه صدرت اهي طبقا للوعد. المهم ان احنا ايه قعدنا في شد وجذب كده لغايه ما انتهى الامر ان احنا قعدنا في طرقه كده موجوده قدام مكتبه وقلنا مش هنمشي لما ناخد القرار. تاني الموضوع ده لغايه الساعه 12 بالليل شويه ولقينا في سواقين وعمال جايين لمبنى مكتب الوزير. سواقين وعمال قعدوا بقى يحتكوا بينا ويتحرشوا بينا واحنا قاعدين. طبعا احنا قاعدين ما قلنا احنا قاعدين قاعده سلميه، مش هنتكلم مع حد ولا نكسر حاجه ولا نخرب حاجه. لقينا العمال دول شويه هم جايبين الطفايات والكراسي ونازلين علينا ضرب وشتيمه، يا ابن دين كذا يا ابن كذا، واب وام بقى وقله ادب، وشالونا هيله بيله وحطونا في الاسانسيرات ونزلنا. وانا كنت معرض لنبات الليله دي في الاسم. هل هذا يرضي اي انسان مصري، حد بيطالب بحقه بمواسير مشروعه ومواسير سلميه ان هو يتهم بالشكل ده؟ هل دي معامله ترضي انسان؟ هل دي معامله انسانيه؟ هل يرضي الانسان ان هو يتعامل معاك زي ما يكون بيتعامل مع يعني ده لو وفد اسرائيلي جاي له هيقابله احسن مننا؟ مش بني ادمين مصريين جايين يطالبوه بحمايه البلد. احنا انشانا اتحاد لمحاربه الفساد تحت التاسيس ولينا مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وبنطالب الناس بس تبص على شغلنا عامل ازاي واحنا بننزل ايه. انا اعدادنا مسوده لتعديل القوانين اللي تخصنا وهي كتيره جدا، اعدادنا مسوده ليها لكن ما فيش استجابه من الوزاره طبعا خالص، بس اتصلنا باعضاء مجلس الشعب على اساس ان هم برضو يتبنوا قضايانا ويوافقوا معانا، برضو استجابتهم الى حد ما يعني مش كبيره. بنحاول بقدر الامكان نوصل صوتنا للناس على اساس ان الناس تعرف ايه دورنا، لان دورنا مهم. اي مصروف بيصرف في الدوله مسؤول عنه ممثل وزاره الماليه، فلازم الناس تفهم ان